لكن خليني أرجع مع العازب الأستاذ عاطف شكري. هل هناك منغصات للسعادة ترى أنه لو حصل لو تزوجت راح تنتهي هذه السعادة، أو أنه في حرية راح تسلب منك، أو أنه في نكد حيحصل عليك عشان كده أنت متخوف من فكرة الزواج؟ في شيء خايف منه أنه يروح بعد الزواج؟ بصي حضرتك، خلينا نتفق الأول إن الجواز وإقامة حياة أسرية هو ناموس الحياة، ويعني الاستمرار الحياة واستمرار النوع البشري قايم على الجواز وإقامة أسرة وإقامة بيت واستقراره كده. ولكن تعالي بقى نبص نشوف حاجتين مهمين جدا اللي احنا بنتكلم دلوقتي على السعادة، يعني شكل السعادة للإنسان. نعم. البني آدم. احنا حضرتك لما في التقدمة قلتي انه بينتهي بدخول الأزواج القفص الذهبي، فاحنا مسميين الجواز قفص اساسا، هو بيدخل قفص. نعم. فاحنا بنحلل الحكايه ونقول ده القفص الذهبي، لكن هو في النهايه قفص. تعالي نشوف حاجه تانية في الجواز، يعني في برضه كمصطلح من المصطلحات بيقول لك لو اتنين بيحبوا بعض او عايشين قصه رومانسيه وقصه حب، يقول لك طب الحب ده هينتهي بايه؟ هينتهي بالجواز. إذن الحب بينتهي، يعني مظبوط، يعني الحب بينتهي بالجواز. فدول حاجتين مهمين جدا الموروث الشعبي اتكلم عنهم وخدهم وقالهم، لكن احنا لو دققنا فيهم هنلاقي ان دول حاجتين ممكن يبقوا بيأكدوا نظريتنا اللي بنقولها ان هي السعادة في العزوبية دي فعلا ممكن تبقى، يعني بشكل العزوبية ممكن يبقى جالب للسعادة. خلينا نرجع للمتزوج محمود، هو اللي راح يأكد لنا هذه المعلومة، هل الحب ينتهي بمجرد الدخول للقفص الذهبي أم تختلف العلاقة وتتطور وتذهب إلى المودة والرحمة وقد تكون أكثر عمقا من وأهمية من الحب؟ إيش رأيك؟ لا طبعا انا اختلف مع الاستاذ عاطف ان الجواز ده بدايه الانطلاق. يا سلام. يعني اللي انا اختار شريك حياتي المناسب، تمام، اللي هو هيقدر يتفاهم معايا، واقدر الحب طبعا هيكون اكتر واكتر يتولد كل يوم، لان هيكون قدامنا تارجت اللي هم هدفنا اولادنا اللي فيه انجاب، وبعد الانجاب زي ما قلت حضرتك في تربيه وتعليم ليهم اساسي، اللي احنا نحققه اللي ما حققناهوش في انفسنا نحققه فيهم. اصبح اللي فيه انطلاق، بدل ما اكون محمود لوحده هيبقى محمود وزوجته ومعاه ولدين او طفلين هيحققوا ما هم يتمنوه، هيكون في انتشار، هيخرجوا، هنتحرك معاهم، هيكون معانا فيهم نشاط، هيجدد نشاطنا. الحب اكيد كل يوم بيزيد لي بالالفه والوفاء زي ما حضرتك قلت، وده اهم شيء في الزواج الناجح، اللي هو يكون في ترابط ووفاء وألفة بين الاثنين، هو ده هيخليهم في انطلاق في حياتهم الاجتماعيه وحياتهم التربويه لاولادهم وحياتهم العمليه. ده سمات كتيره جدا، ده اسمى شيء هو الزواج، يعني ده اسمى شيء، والحمد لله ان انا اخترت زوجتي كمان، لان هي كمان انا يعني تعرضت يعني ظروف صحيه كده، هي اكتر واحده وقفت جنبية. أكيد يعني كلنا، كنت انا لوحدي، مين اللي كان هيقف جنبية؟ يعني انا صراحه ما سعيده جدا استاذ محمود على جرعه الحب والتفاؤل والامل اللي اديتنا وهي، ولعل وعسى ضيفنا العازب عاطف شكري يغير رايه ويخوض هذه التجربه باختيار الشخص المناسب.